عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. النهارده ان شاء الله هنصور حلقه مهمه جدا 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 في برنامج ستوري اوف اناليسيز، او حكايات في التحاليل الطبيه. اهم 10 معلومات لازم تعرفهم قبل ما تشتغل تحليل السكر، وده هنطبقه على كل التحاليل اللي هتتشرح باذن الله. يلا بينا نشوف المعلومات بتاعتنا ونشوف بتتكلم عن ايه. قال لك اول حاجه عندي وهي مده الصيام. انا عندي تحاليل بتحتاج البيشنت يكون صايم، وتحاليل ما بيفرقش معاها صايم من فاطر. السكر من التحاليل اللي بيحتاج المريض يكون صايم. كان عندنا كونسيبت زمان يقول لك ان الصيام من 6 ل 8 ساعات، فتحنا الكتب ما لقيناش كلمه 6 ساعات خالص، ولكن الصيام في مريض السكر اتليست 8 ساعات وماكسيمم 14 ساعه. طب ايه الافضل؟ قال لك الافضل 8 او 10 ساعات. طبيعة الصيام ازاي؟ قال لك الامتناع عن الطعام ومسموح له ان يشرب ميه. حلو الكلام؟ طيب المعلومة رقم 2 وهو نوع العينة. دايما نوع العينة مهم جدا 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 عندي، ولو حصل اختلاف، لو هو قال لك اشتغل سيروم وانت اشتغلتها بلازما، هتأثر على النتيجة. فجيبها منين؟ قال لك تجري على طول تجيبها من البامفلت. انا عندي اشهر نوع لعينة السكر وهو السيروم او البلازما، تمام؟ طيب لو بلازما هيحدد لك مانع التجلط، فقال لك ينفع تشتغل إديتا بلازما او صوديوم فلورايد بلازما او هيبرين بلازما. طيب لو سيروم هتسحب العينه على بلين تيوب انبوبه فاضيه، وهتسيبها خلال تلت ساعه يحصل لها كومبليتلي كلوتنج. هتحط العينه في فوتو باص وتسيبها يحصل لها كومبليتلي كلوتنج. سواء سحبت بلازما او سيروم هتطلعهم ازاي؟ هتاخد المنتج بتاعك ازاي، السيروم ولا البلازما؟ عينة الدم على إيديته أو على مانع تجلط، وعينة الدم على أنبوبة فاضية، هتحطها في الوتر باس، وبعد كده تعمل لها سنترفيوج لمدة 5 دقايق في 1200 دورة. بعد ما تعمل كده تيجي عامل إيه؟ تيجي فاصل السيروم تحطه في إبندورف أو في أنبوبة فاضية تانية. ليه؟ عشان نوقف عملية الجلايكولوسيس، وده الهدف من انك تستخدم صوديوم فلورايد. هو انا ليه بستخدم صوديوم فلورايد في تحليل السكر؟ قال لك بيمنع عمليه الجلايكولوسيس، لان انت بكل بساطه لو سحبت عينه الدم وسبتها على البنش ساعه ساعتين، قال لك كل ساعه هتقل 7%. عشان كده بقول لك لازم تفصلها وتحطها في تيوب فاضيه. بعد كده قال لك هتيجي تشوف طريقه الشغل. الشغل كاتب لك تعمل بلانك وستاندر وسامبل، يبقى انت يوميا تعمل بلانك وستاندر وسامبل. ما تجيش تقول لي كل اسبوع ولا كل 10 ايام، لا، يوميا تعمل لي بلانك وستاندر وسامبل للتحليل اللي هتشتغله. جميل؟ نتبع البامفلت بحذافيرها. بعد كده التحطيم او التمبريتشر. التمبريتشر دي حاجه مهمه جدا عندي وبتفرق في تحاليل كتيره قوي. لما يجي يقول لك تمبريتشر تروح تبص على درجه الحراره. هيجي يقول لك حاجه من الاثنين، يا اما لون تمبريتشر يا اما درجه حراره 37. اظبطها ازاي؟ درجه حراره 37 يا اما في الووتر باس يا اما في الانكيوبيتر. طب لون تمبريتشر هنا المشكله، انت جالك مريض سكر، مريض كلى، مريض كبد، مريض ما اعرفش ايه، رحت ساحب العينات، انشغلت في الكبد وسبت السكر متحضن على البنش. فين؟ في درجه حراره الغرفه. درجه حراره الغرفه وانت بتتفرج عليا دلوقتي كام؟ تقدر تحددها لي؟ لا، هو قال لك في البامفلت الروم تمبريتشر من 18 ل 25. هظبطها ازاي؟ قال لك في وجود تكييف. هتحط التكييف وتظبط لي درجه حراره من 18 ل 25 وتجيب ترمومتر تقيس لي، قشطه. مش هتقدر تعمل ده، ما تجيش تقول انا عندي مروحه. انت لو في اسوان شوف في الصيف درجه الحراره عامله ازاي، ولو انت مثلا في اسكندريه شوف في الشتاء درجه الحراره عامله ازاي. مش هتقدر تعمل ده، اشتغل في ووتر باس او انكيوبيتر. مهمة جدا جدا عندي. بعد كده المعلومة رقم 5، ودي معلومة جنرال على كل الشغل بتاعي، ما ينفعش اشتغل غير لما أأكد على شغل بإيه؟ بكنترول، وده اتشرح بالتفصيل طبعا. المعلومة رقم 6، ممنوع منعا باتا تخالف البامفلت. هو بيقول لك 1 مللي على 10 مايكون، يبقى 1 مللي على 10 مايكون، ما تجيش تقول لي نص مللي على 5 مايكون. انت مش هتخس حاجه لما تتبع البامفلت، احنا بنتكلم اللي انت تطلع نتيجه ما فيهاش غلطه. بعد كده لازم تجري تبص على النورمال النتيجه بتاعتك، ماشي؟ كل نورمال بيختلف في البامفلت، احنا عندنا نورمالات ثابته عارفينها وفي نورمالات متغيره. اللي احنا بنتكلم عليه الجلوكوز، قال لك في الادلت من 70 ل 105 مللي جرام بير ديسي لتر، التشايلد من 60 ل 100 مللي جرام بير ديسي لتر، النيو بورن من 40 ل 60
ملي جرام بيو دي سي لتر. بعد كده جالك المريض دلوقتي سحبت له العينه مش هتقدر تشتغلها، اعمل ايه؟ اجري ابص في البامفلت على الاستابيليتي، كتب لك قال لك ايه؟ قال لك بعد فصل العينه هتقعد 8 ساعات في درجه حراره من 18 ل 25 اللي هي ايه؟ الروم تمبريتشر، وقال لك هتقعد 72 ساعه لمده 3 ايام في درجه حراره كام؟ درجه حراره 4. جميل؟ طيب المعلومه رقم 9، امتى اخفف؟ انت جيت اشتغلت تحليل السكر طلعت النتيجه معاك 500 600، ما تطلعهاش كده، ولكن تروح تبص على السكيما اللي كنا عاملينها وتشوف اللينيارتي بتاعك طالع كام. لو هي اعلى من اللينيارتي اوتوماتيك تروح تعمل دايليوشن. ازاي بقى؟ انت عندك البامفلت هيحدد لك الدايليوشن، لو ما حددلكش اشتغل بالطريقه اللي هقول لك عليها، خد 400 مايكرون سلاين او ديستلد ووتر تمام، وحط عليهم 100 مايكرون سيروم تمام، واشتغل التحليل بتاعك من التخفيف ده اهو، والناتج اللي يطلع اضربه في 5. جميل كده؟ ثبت التخفيف ده عندك في المعمل. المعلومه رقم 10 والمعلومه الاخيره، اهم معلومه لازم تعرفها النهارده، ان لما يطلع السكر الصايم اعلى من السكر الفاطر وانت متبع كل اللي انا قلته ده، طلع نتيجتك وانت مطمن 100%. في حلقة كاملة اتصورت عن الموضوع ده، اتمنى الحلقة تعجبكم. متنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل شير للقناة وسبسكرايب. كان معاكم كابتن اناليسز، اشوفكم على خير ان شاء الله. باي.